إذا مشاهدينا، الحديث أكثر عن أبرز تفاصيل الموازنة، ينضم إلينا النائب والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد محمى خليل. إذا نتحدث إليك، أهلا بك سيد محمى في هذه النشرة. هل نستطيع أن نقول بأنه الإعلان عن موعد التصويت على الموازنة هو بمثابة ربما اتفاق حاسم بين الأطراف المتنازعة؟ أولا، الموازنة مطلب شعبي واستحقاق دستوري، وإقرار الموازنة حركة دولة أرضاق الناس، نحن مع هذه إقرار الموازنة. أما استهداف اللي الأزرق هو دم الفقرات الغربية والجزائية لأي مكون يخالف القانون والدستور غير مسموح بهاي. من النقطة الثانية، هنالك حوارات، هنالك أجواء إيجابية لإقرار الموازنة. اللجنة المالية بعض أعضائها فرغت الموازنة البنود المتعلقة بمحتواها، وفرغت اتفاق وارتفع الاتفاق السياسي بغض استهداف الحكومة السيد السوداني، ومحاولة على سلب الاستحقاقات الدستورية من أعضائها لا يجوز وغير مسموح به، رغبة منهم إمرار أجندات يعني مشبوهة، ونشتم منها رائحة الحنين للعودة إلى الديكتاتورية، وهذا غير مسموح بها. بالتأكيد الموازنة نحن ننظر إليها إقرارها وفصل الذي يعرض بها الموازنة يجب أن يستمر حين إقرار الموازنة، غير متعلقة بالأيام أو بساعات. ثم الموازنة اليوم هنالك طلب من مجموعة من النواب أن أقادم الجلسة، المفروض الجلسات المجلس النواب تستمر يعني لحين وصول إلى اتفاقات يعني. وكان هنالك بعض الناس، ليس المشكلة الفقرات المتعلقة بالأقليم، هنالك الناس أرادوا أن يمروا بمكاسبهم السياسية على حساب تعطيل الموازنة، وكان المفروض هنالك بنود في الموازنة فيها مخالفات واضحة للسوريين وقانونية، ومنها هنالك بنود اعطاء سك غفران تصديق عليها ومصادقه عليها وتصويت عليها بمثابه سك غفران للمفسدين. كم تمنينا من اعضاء اللجنه المعنيه ان تنطلق من هذه المنطلقه، ولكن ان تلتف على الموازنه وعلى اتفاقات سياسيه، واتفاقات سياسيه مرسمه، لاننا كلنا في السابق كان اتفاقات تعقد في الغرف المظلة في هذه الدورة، عقدت اتفاقات سياسية، كتبت برنامج سياسي، وقعت يجب احترام تواقيعهم في اتفاقات سياسية، صوتنا على برنامج المطالب السياسية في برنامج الحكومي، ألزمت الحكومة بتصديق نفسها مجلس النواب، مجلس النواب ألزم نفسه أمام الشعب العراقي بالتزام بالاتفاقات السياسية وبالبرنامج الحكومي. نعم. وهذه المحاولات اليوم من بعض النواب تهميش مكون اليوم ساهم مع بعض المكونات باستقرار السياسي لجنينا منها ثمار من حكومة السيد السوداني، على الرغم بكية عمرها، واليوم هذا الاستقرار السياسي هي لكل العراقيين. أما محاربة أرزاق الناس في كردستان مخالفة دستورية وقانونية، وهذا ليس خصومية وشيمة خصومية الفرسان وخصومية. نعم. طيب سيد محمى، الكل يتحدث رفضا قاطعا، نعم، التجاوز على اي مكون وحقوق اي مكون. هذا 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 الرفض كان واضح جدا وكان جلي فعليا، ولكن الكل يتحدث عن أهمية إسراع وإقرار الموازنة والتصويت عليها، ولكن على ما يبدو من كلامك بأنه لسه لا بوادر اتفاق ربما على جميع البنود المختلف عليها، فلو تحدثنا بالتفصيل ما هي أبرز الخلافات الحالية وليست السابقة؟ يعني على أي أساس حددوا موعد يوم الخميس وبعد ما متفقين؟ سيدتي العزيزة، من عيوب وثقوب الموازنات الدولة العراقية السابقة والحالية هو أقرارها متأخرة، دائما تأتينا موازنات متأخرة، ولكن هاي الموازنه لثلاث سنوات، سنه الاولى وجوبي وسنتين الثانيتين سنتين الاخيرتين قابل على التغييرات.
بالتأكيد الحوارات مستمر. قد نتفق ساعات زمان، هنالك بوابة إيجابية، هنالك حوار، هنالك مطبخ سياسي، نحن جزء من هذا المطبخ السياسي، نحضر جلسات المطبخ السياسي وتهيئة الأجواء السياسية وفق الاتفاقات السياسية وفق البرنامج الحكومي المتفق عليه واتفاق الذي قامت الحكومة إقليم كردستان مع حكومة المركزية وسط الحكومة المركزية وسط القادة السياسية بالاتفاق التاريخي. لماذا الكفاف على الاتفاق التاريخي إذا كان هكذا؟ ولذلك نحن نقول يجب أن نحترم تواقعنا السياسي قبل ما أن نكون هنالك بوادر على الاتفاق. بالتأكيد إذا احترمنا تواقعنا وحافظنا على كلمة التعهدات التي عهدنا أمام الكتل السياسية النيابية والحفاظ على الاستقرار السياسي وبرنامج الحكومي، بالتأكيد هنالك سيولد اتفاق مبرم بين الكتل السياسية. بعد ذلك إذا لم نحترم تواقعنا ستكون ما بنينا على خطأ فهو خاطئ. نعم. طيب بسؤال أخير سيد محمى، خصوصا أنه عم نتحدث عن الاتفاقات المبرمة داخل الكتل السياسية، هل نستطيع أن نقول بأنه موقف البارتي ربما اليوم مشابه مقارب منسجم مع موقف اليكتي، خصوصا بما يخص بحصة الإقليم من الموازنة؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يبني مواقفه على مواقف الآخرين، مواقفنا ثابتة ورصينة ونمشي بخطوات ثابتة في كل الظروف، في ظروف سواء كان ظروف إيجابية أو سلبية، ولدينا قيادة نعمل بعقلية الزعامة مع كل الظروف، وخير دليل اتفاقية الأربيل، خرج العراق من مأزق، الاتفاقية الأخيرة اللي تنازل الحزب الديمقراطي عن حقوقها. لا نبني مواقفنا على مواقف الردود الأفعال الآخرون، نحن لدينا ثوابت دفاع عن حقوق كل العراق، ديمقراطية العراق، فيدرالية العراق، حقوق المكونات، حقوق الدستورية، برنامج الحكومي، دعم حكومة السيد السوداني الذي نحن جزء منها، نحن جزء من التحالف الوطني. أما الآخرون إذا غيروا اليوم وغدا ليس لدينا ملاحظات على ما يذهبون، ولكن لذلك دائما نطلع الحزب رقم واحد في العراق وفي أقليم كردستان لهذه المواقفنا، وكله يشهد ذلك عندما يقول السيد رئيس المسعود البرزاني يثق مع أقوالي، وعندما يثق مع أقوالي يعي ماذا يقول، وعندما يتعامل مع الشركاء يتعامل بشفافية وبعقلية الزعامة وبإعطاء حقوق الآخرون، والآخرون يختلفون معنا في النهار كلام وفي الليل كلام آخر. هكذا ليس نحن نبني على هكذا مواقف. نعم، وضحت الفكرة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا القيادي في البارتي والنائب السيد محمى خليل، شكرا لك مجددا.